فضيلة الشيخ السلام عليكم. السلام ورحمة الله. هل يجوز اقتداء النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. هل يجوز اقتداء النبي صلى الله عليه وسلم بقولنا بأبي أنت وأمي، أو هو بأبي وأمي في هذا الزمن خصوصا؟ نعم. العلماء رحمهم الله يقولون بأبي هو وأمي إلى يومنا هذا، حتى نجد هذا كثيرا في عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولا شك أنه يجب على الإنسان أن يقتدي الرسول صلى الله عليه وسلم بأمه وأبيه وولده ونفسه.